دلوقتي خلونا نروح نشوف مقترحات دينا للتنشيط حركة السياحة في مصر ونصبح عليه طبعا نعرف منها كمان على اخر اخبار الطقس. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا شادلي. صباح الخير بسنت. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. لا انا بالفعل انا متفقه معاكم في كل الافكار اللي انتوا قلتوها، وبضيف كمان ان احنا كان عندنا خلال فتره شهر رمضان الكريم ومسلسلات كانت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه كانت بتقدم خلال المسلسلات دي من بعضها كان بيصور في اماكن سياحيه في مصر، كانت ناس كتير قوي منبهره بده خاصة اللي ما شفتهاش، يعني مثلا أسوان، الواحات، أماكن كتيرة قوي. فده حلو قوي إن القوى الناعمة كمان توصل رسالة للدول العربية وللعالم كله بقد إيه مصر فيها أماكن سياحية. لكن بالإضافة للكلام اللي أنتوا قلتوه، أنا بشوف إن إحنا لازم بقى إحنا بنتكلم في الوطن العربي وبنتكلم نفسنا داخل مصر، إحنا محتاجين نخاطب العالم كله بترويج السياحة المصرية هناك، لأن إحنا عندنا أنواع كتيرة جدا من السياحة زي ما شادلي قال الدينية والعلاجية وغيرها، غير زيارة طبعا الآثار المصرية والمزارات السياحية المختلفة. لكن إحنا محتاجين نخاطب العالم من خلال بعض المعارض اللي بتقوم بيها الدول الأوروبية والأجنبية الكبرى لتنشيط السياحة. ايه المشكله ان انا اعرض بعض التقارير او الفيديوهات القصيره المصوره مثلا في بعض الشاشات اللي في موجوده في ميادين العالم المختلفه علشان اوصل رساله لعالم مصر فيها سياحه ايه، ممكن تستفيد منها ازاي، في برامج سياحيه مختلفه. لو هعرض ده حتى في قنوات عالميه وتحت اشراف الدوله المصريه ده هيكون مفيد جدا ان انا اوصل يعني صوت مصر وسياحه مصر للعالم كله، ما بقاش بخاطب نفسي هنا بس.